البنات، مرحبا بكم في قناه ام جنات. اليوم ان شاء الله بغيت نصايب لكم واحد الطريقه ديال البيض بالنسبه للناس اللي كيبغيو يذوقوا هذا الطبق ديالهم بالبيض. غنوريكم واحد الطريقه رائعه بزاف بزاف بزاف، وتابعوني حتى للاخر ان شاء الله يا ربي. هانتوما معايا، اول حاجه عندي هنايا البيض، راكم عارفين، خذوا الكميه اللي غتحتاجوا. انا غندير على حساب داك الكاس اللي غندير فيه داك صفر البيض. مهم تابعوني يعني معكم ان شاء الله يا ربي. هاني غادي نحيد البيض نديرو في واحد الجهه، ونحيد صفر البيض نديرو في جهه اخرى. بنات ما تديوش على الصوت ديالي، راني عيانه شويه، الله يجيكم البنات. هانتوما البنات، هانتوما البنات غادي نكتفي بهذا اللي عندي. شويه الصفر هو هنايا، ماشي مشكل. المهم دابا غنحتاج البيض، الصفر البيض. المهم الا كان خاصني غنكمل هادي، ما كانش مهم كفاني هنا في هذا الكاس اللي غادي نوضع فيه هذا الصفر البيض. يعني صافي نكتفي غير بهذا الشيء اللي درت هنايا في ثلاثه. توشي هي البنات باقا تحتي كترجف، باقا مريضة. بسم الله، هنايا غنحتاج واحد شويه ديال البزار، يعني قبيصه ديال البزار. هانتوما يعني باش نسمو داك، نحيدو لي ديك الزفوريه. هانتوما البنات، وهنا غنحتاج الملحه على حساب النسمه، يعني هذا الاخر غنخليوه على حساب الابيض البيض ان شاء الله يا ربي. هنا كنحتاجو قطعنا واحد شويه ديال المعدنوس. هانتوما البنات، يعني قطعوا نتوما الكميه اللي بغيتو ديال المعدنوس. المعدنوس راه صحي وفي نفس الوقت يعطينا داك الديكور زوين. نحركو مزيان هذا الشيء. هانتوما البنات، عندي هنا واحد الكاس تاع الشاي. نتوما خذوا اي كاس عندكم، يعني كاس طويل او لا كاس قصير، اي كاس عندكم خذوا. انا حاليا عندي غير هذا هو اللي عندي شويه رقيق، عندي الاخرين واسعين، وهذا انا بغيت محتاجه غير هذا بالضبط ني ديال الشاي. بسم الله، كما قلت لكم يعني الى يعني ان شاء الله يا ربي راه باقي سميتو، غادي نزيد هذيك البيضه اخرى، غادي نزيد لهذاك الصفر ديالها. مهم قبل ما غنزيد باش غنحرك هذاك الشيء كاع كامل، كناخذ هذا الصفر ديال البيض تنديرو في واحد الطنجره او لا في كاسرونه او لا في اي اناء هكايا، كنوضعو على النار وتنديرو فيه الماء وتنغطيوه وتنخليوه حتى كيعقد لينا البيض ديالنا، الصفر ديال البيض، حتى كيولي مجموع. ومن بعد فاش غادي نحيدوه وغادي نوريكم كي غادي نديروا البيض، داك البيض البيض ان شاء الله يا ربي. تابعوني حتى نكملوا هاد الطريقه هذه ان شاء الله يا ربي ديال البيض. هانتوما البنات، احنا زولنا صفر البيض ديالنا من داك الكاس،
يعني هانتوما البنات داك المعدنوس كله طلع الفوق، لكن ماشي مشكل. يعني كناخذوا البيض كنوضعو كذلك كما قلت لكم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار عفوا البنات، وشويه الملحه. يعني راه الا ما كانتش الملحه في سميتو يعني راه والو ما تيجيش داكشي زوين. نحاول نحرك هادشي مزيان. وهذا البنات قبيلات فاش ضفت داك صفر البيض زدت ديك البيضه اخرى، يعني زدت فيها واحد نص معلقه ديال الزيت البلديه، يعني باش تعطيو ديك النسمه زوينه لذاك البيض باش تحيد ريحه الزفوريه منه، كيجي واعر واعر في المذاق ديالو. وان شاء الله يا ربي كنتمنى يعجبكم حتى الشكل ديالو. هانتوما بقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال يطربو مزيان حتى يذوب لي داك. يدوب لي هذا الابزار حاولوا نحركوها البنات مزيان، ماشي مشكل واخا يبقى داك هذاك سميتو ديال الاخر. هانتوما البنات كنشد هذا الصفر البيض، نزود الماء الا كان فيه، كنوضعوه بالطريقه هذه شويه يعني البنات الا ما بغاش يتقاد لكم كنحاولوا نقادو شويه من التحت. نحاول نقادو فيه يعني حتى ناخذو داك تياخذ هذاك التوازن ديالو. هانتوما البنات هانتوما كنوضعو هذا البيض بسم الله. هانتوما البنات كنوضعو هذا البيض هانتوما هانتوما البنات. يعني دابا غادي نوضع هذا الكاس هذا في الطنجره ديالنا وغادي نغطيوه، والطنجره ديالنا راه درنا فيها هذيك الكميه ديال الماء اللي غيكفينا. يعني وغادي نحط هذا الكاس هذا في وسط من الطنجره ديالنا في وسط من الماء، وغنغطي الكاس وغادي نخليه يعني حتى يعقد لي كيما دار لي داك الصفر، يعني وغادي يطيب لي مزيان وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. شوفوا الشكل النهائي ديال هذا البيض هذا. هانتوما البنات هو الشكل النهائي ديال البيض ديالنا، تيجي بنين بزاف. وكما قلت لكم زيدوا فيه واحد شويه ديال الزيت البلديه، يعني راه تيجي بنين 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 بزاف. والبنات خليوه ما تقطعوهش يعني حتى يبرد لكم، انايا قطعته وهو سخون، هذا هو داكشي باش عطاني شويه داك البيض داير يعني ما مجموعش على صفر البيض بزاف. لهذا خليوه حتى يعقد لكم مزيان حتى يبرد، يعني ما تزربوش حتى يبرد على خاطر خاطرو. وديك الساعه قطعوه بطريقه اللي بغيتو. وكما قلت لكم يعني فتك سميتو يعني ديك الطريقه ديال الكيسان، يعني خذوا نتوما الكيسان اللي بغيتو، يعني طوال قصار يعني عراض الحجم اللي بغيتو في الكيسان يعني خذوهم. وها هو الشكل النهائي ديال البيض ديالنا، تيجي زوين بزاف. وذوقوا به الطبق اللي بغيتو، وتبارك الله عليكم وباي باي عليكم وشكرا. وهذه الطريقه هذه اول مره على اليوتيوب، واخا راه دارت ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه، يعني راه داروها فعلا ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه. يعني انا اختصرت لكم الطريقه صحيحه يعني اللي درت لكم انا. يعني كديروا البيض صفر البيض هو الاول حتى كيعقد عاد باش تخشيو في داك الكاس اللي غادي توضعوا فيه البيض يعني، وكيعطيكم هذا الشكل هذا كيجي زوين بزاف. غير كما قلت لكم خليوه حتى يبرد وقدموه.
وبصحة وراحة البنات، وشكرا بزاف، وما تبخلوش عليا، حاولوا تدعموني شوية باش نجيب لكم الجديد، باش تشجعوني شوية نجيب لكم الجديد. يلا باي باي عليكم وشكرا، باي.